صباح الرحيم. إذا في الفيديو ده غادي نتكلموا إن شاء الله على الزوبجيكتيف. دائما في البداية ديال كل درس كنتكلموا على الأهداف ديال الدرس. لماذا؟ حيت الأهداف كيعطيوني فكرة على الدرس شنو غادي نلقى فيه، وكيعطيوني فكرة على الأفكار الأساسية ديال الدرس. حيت ميمكنليش أنايا نمشي في واحد الطريق وأنا ما عارفش فين غادي نوصل. حيت الفكرة إذا ضروري دائما نبدأ بالأهداف ومن الورا. عاد أبخي سا on peut traiter les activités, on peut traiter les expériences, on peut traiter n'importe quel activité, c'est clair. Alors, بالأهداف دائما. الدرس هذا بطبيعة الحال كنتكلم الآن على الدرس الأول في البرنامج الثاني الإعدادي، العنوان ديالو لا أوتور دو نو. ألوغ عندنا 3 ديال الأهداف الأساسية خصني ضروري نعقل عليها، حيت الأهداف هذه هي اللي تمكنني أنه نفهم الدرس ديالي بشكل أبسط بشكل أوضح. سي بيان. ألوغ بالنسبة للهدف رقم واحد كونيتخ لي برانسيبال كوش دو لاتموسفير، إذا الهدف هذا واضح، هو أنه خصني نعرف الطبقات الأساسية ديال الغلاف الجوي. حنا عارفين أنه في المستويات السابقة ديجا قريت أن الغلاف الجوي ديال الأرض فهو عنده عدة طبقات، وكل طبقة بطبيعة الحال عندها دور خاص بها. ألور هاد الطبقات هادو غادي نكتشفهم إن شاء الله في الهدف رقم واحد. سبيع. وبطبيعة الحال غادي نستعينو بأنشطة اللي غادي تمكننا باش نكتشفو هاد المسائل. بالنسبة للهدف الثاني كونيتخ لو رول بروتيكتور دو لاتموسفير، معرفة الدور الوقائي للغلاف الجوي. الو احنا عارفين ان الغلاف الجوي عنده واحد الدور كبير جدا في الحياة ديال الكائنات الحية على الكرة الأرضية. اذا هاد الدور هذا غادي نحاولو ان شاء الله نكتشفوه، ونحاولو نعرفو الدور ديال كل طبقة. سي بيان. الوغ الفو كونيتخ لو رول دو شاك كوش دون لاتموسفير بيان سور. سي كلير. ابخي سا on va expliquer la création du vent. غادي نكتشفو ان شاء الله كيف نشوء الرياح، لان الرياح بطبيعة الحال ما كتنشأش بطريقة عشوائية، بل هناك واحد القواعد اساسية خصني نكتشفها اللي كتمكنني باش نفهم الرياح بشكل افضل ونفهم الحركة ديالها، لان الرياح بكل بساطة هي عبارة على حركة ديال الهواء. سي بيان. الو هادشي اللي غادي نشوفو في الاهداف. تابعوا معنا الفيديوهات القادمة باش نفهموا الأمور بشكل أفضل.